انا عايزه اقول لكم النهارده كمان معانا سحب اتنين فايزين، صح كده يا ريهام؟ من مسابقه ميلامين الشريف اللي فازوا معانا خلال الاسبوع اللي فات، فننزل كده بصوره الفايزه. قولوا لي اسم ايه؟ هتظهر معانا دلوقتي مين بقى؟ اسمها ايه؟ غاده؟ غاده مين؟ غادة حبشي، دي اللي فازت بصورة أجمل عزومة، صح؟ ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا غادة، الجمال ده كله. عزومة حلوة قوي، تسلم إيديكي وعينيكي ودايما كده تعملي لكل حبايبك. طيب يلا بينا بقى، هو معانا فايزين مش كده؟ طب ما يلا نختار علشان تتصلوا بيهم على بال ما نخلص، ولا إيه؟ صح؟ طيب يلا بينا، ادي اول رقم خدناه، هو رقم واحد اللي هناخده بس يا رب يرد علينا، اخره 183. تمام، حطهم بقى هنا علشان يجوا ياخدوا الرقم ويتصلوا بيه وان شاء الله يردوا، والف مبروك للفايزين. والرقم الفايز التاني او اللي احنا بقى ايه التاني ما ردش علينا، اللي احنا اخترناه اول واحد، فده اخره 488. احنا بنتصل بالرقم ثلاث مرات، لو ما ردش فبنشد رقم تاني، حاولوا بقى تتصلوا بده ان شاء الله يرد علينا. ورقم تاني اخره 724. تمام، ده كده تالت رقم نختاره علشان مش بيردوا علينا. المتسابقه ردت. طيب حلو جدا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الله يخليك، عامله ايه؟ عرفينا بنفسك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، انت منين؟ انا اسمي مرفت عبد العال سيد احمد. مرفت؟ مرفت عبد العال. ازيك يا مرفت، عامله ايه؟ الله يخليك يا مرفت، الحمد لله. انت منين يا مرفت؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت منين؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي، الف مبروك. والله فرحانه قوي، والله فرحانه قوي. يا ربي دايما فرحانه ومبسوطه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، منورانا، وكل سنه وانت طيبه، والف الف مبروك بهديه ميلامين الشريف. الله يخليكي. الله يبارك فيك حبيبتي يا ميرفت. انت منين يا ميرفت؟ انا من الجيزه. من الجيزه؟ منورانا. الشيخ زايد. انت قريبه اهو. في الشيخ زايد. طيب هتنورينا بقى عشان تستلمي جايزتك، والف الف مبروك وعيد سعيد يا روح قلبي. فيك يا حبيبتي، حبيبتي، حبيبة قلبي، نورتينا، كل سنة وانتي طيبة يا روحي.